وللمزيد ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. دكتور أحمد، أهلا بك بالتأكيد معنا على شاشة القاهرة الإخبارية في هذه التغطية المتواصلة على مدار الساعة. واسمح لي أن أبدأ بفكرة عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية أو حل تداعيات الحرب الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية، ووصف ذلك من قبل الأمين العام للجامعة الدول العربية أنه مسألة وقت. هذا المؤتمر، تقييمك لهذا الطرح؟ تحياتي لك أستاذ كمال ولكل مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية الكرام. في الواقع أن المؤتمر الدولي للسلام هو بيعكس المقاربة المصرية الواضحة في هذا الشأن بضرورة الحل الشامل والجذري للصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي من خلال الحل السياسي الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل، وهي على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ما حدث من مواجهات خلال العقود الماضية ما هو إلا عرض لمرض. وبالتالي الفكرة الأساسية هنا تأتي في السياق الهدف، إذا كان الهدف الآن القصير هو وقف العدوان وقف إطلاق النار، لكن الهدف الأساسي والأهم والأشمل هو الحل الجذري ومنع اندلاع هذه المواجهات مستقبلا. عندما نتذكر في عام 91 أول مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وما عرف به مسار مدريد، وخلاله والذي كان طبعا بعد حرب الخليج، هذا المؤتمر حقيقة كان المأمول منه أن يدشن لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل جذري، وكان هناك ما يسمى الرباعية الدولية، وأصبح هناك تم إطلاق عملية السلام برعاية أمريكية ورعاية أيضا الاتحاد الروسي، لكن تم تهميش روسيا وانفرضت أمريكا بهذا المؤتمر وبرعايتها لعملية السلام. وعلى مدار أكثر من 4 عقود حقيقة لم يتحقق الهدف الأساسي فيما يتعلق بإنهاء هذا الصراع من خلال الحل الإسلامي الدائم وإقامة الدولة الفلسطينية. وبالطبع السبب معروف لأمرين، وفشل كل هذه الجهود المبادرات والمؤتمرات وما تبعها حقيقة، كما رأينا في أوسلو ثم بعد ذلك في شرم الشيخ وغيرها وكامب ديفيد وغيرها. وكان هذا السبب في الأمرين الأساسيين، وتعنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ومنها بالطبع حكومة نتنياهو التي يعني استحوذت على السلطة لفترة كبيرة في إسرائيل، ووضعت كل العراقيل أمام أي جهود أو أمال بتحقيق سلام دائم أو إقامة الدولة الفلسطينية. أيضا قامت ب من باستطاعته أن يضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل عدم وضع عراقيل أمام الحل الشامل لهذه القضية المتعرقلة بالطبع منذ عشرات السنين حتى يومنا هذا. هذا مرتبط أيضا بالأمر الثاني، هو المتعلق بالدور الأمريكي لعملية السلام. يعني أمريكا لم تكن وسيط نزيه محايد فيما يتعلق بهذه العملية وإقامة الدولة الفلسطينية. نتذكر في عام 2003 أول مرة تطرح فكرة دولة فلسطينية من خلال خريطة الطريق التي قدمها أيضا الرئيس جورج بوش الإب، ودائما بسبب التعنت الإسرائيلي وتحطم كل المبادرات على صخرة هذا التعنت ورفض تقديم أي تنازلات أو مبادرات، أيضا بسبب الحياز الأمريكي وتبني الرؤية الإسرائيلية فيما يتعلق بالسلام أو السلام على الطريقة الإسرائيلية، وهو أقصى ما تقدمه إسرائيل هو عبارة عن دولة فلسطينية أو ما يشبه دولة فلسطينية أشبه بحكم ذاتي، عبارة عن كنتينات معزولة في الضفة الغربية بعد استقطاعها من المستوطنات وغزة واستبعاد القدس باعتبارها عاصمة أبدية لإسرائيل، وطبعا دولة منزوعة السلاح والسيادة بالكاملة لإسرائيل. هذا أقصى ما كانت تريد تقديمه الحكومات الإسرائيلية وأيضا تتبناها الجانب الأمريكي، وليس السلام على الطريقة الشرعية الدولية التي طبعا تكرسها قرارات الأمم المتحدة، القرار 242 الخاص بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة في 67، والقرار 181 قبله الخاص بإقامة دولة فلسطينية وقرار التقسيم المتعلق بدولة إسرائيل، ثم بعد ذلك من قرارات وقرار 194 بعودة اللاجئين، ثم القرارات أكثر من 50 وعشرات القرارات التي صدرت تؤكد على الشرعية الدولية وفيما يتعلق بالدولة الفلسطينية. عشرات القرارات خرجت، لكن في ذات الوقت أنت ذكرت دكتور أحمد أن الجانب الأمريكي هو جانب منحاز. لماذا حتى هذه اللحظة ومع مرور كل هذه السنوات لم نرى وسيطا آخر غير الوسيط الأمريكي في معادلة القوة، رغم وجود قوة عالمية كبرى يعني صعدت أم نزلت بمقياس القوة على مدار عشرات السنين الماضية؟
ولذلك يا استاذ كمال الدعوه المؤتمر السلام التي صدرت عن قمه مملكه البحرين هي تمثل يعني خطوه مهمه، لان هذا المؤتمر يريد ان يتلافى ما حدث خلال العقود السابقه وخلال المؤتمر الاول والذي بدا في مدريد في 91 من خلال اقامه نوع من التوازن في رعايه عمليه السلام، لان فقط الاعتماد على الجانب الامريكي ادى لتداعيات خطيره، هو انحاز اولا للجانب الاسرائيلي، لم تقم امريكا بدورها كوسيط محايد او نزيه او الضغط على اسرائيل، وهي يعني طبعا معروف دائما ان الطرف الوحيد القادر على الضغط على اسرائيل هو الجانب الامريكي، ولديه الادوات والاليات المختلفه السياسيه والاقتصاديه والعسكريه. الطرف المحايد ما بين قوسين. هو صحيح، وبالتالي هنا أهمية يعني دعوة مؤتمر البحرين هو أن يكون هناك مؤتمر شامل تتواجد فيه كل القوى الدولية، القوى خاصة أعضاء مجلس الأمن الدائمين، روسيا، الصين، أيضا فرنسا وبريطانيا، وبالتالي هنا وجود دول مثل روسيا والصين يمثل عامل توازن ضد أو يعني موازي لهذا الانحياز الأمريكي يعني الواضح. هل بإمكان هذه القوة أن تلعب دورا يعني سياسيا في عملية السلام في الشرق الأوسط بشكل عام في الفترة المقبلة كما قام بها الجانب الأمريكي أم لا؟ نظرا لأن حتى يعني عملا بأن بعض هذه القوى لديه أصوات دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي حتى كالجانب الأمريكي. الإشكالية أستاذ كمال في ما يتعلق بعملية السلام تحديدا أن أمريكا وأرادت أن يعني تنفرد حصرا برعاية عملية السلام، أيضا الحكومات الإسرائيلية لم تسمح لأطراف أخرى أيضا بالتحرك فيما يتعلق بالمسار السياسي. على سبيل المثال الجانب الأوروبي حتى هو الذي حليف لأمريكا وأيضا حليف لإسرائيل، يعني فقط سمحت إسرائيل بأن يقتصر دوره على الجانب الإنساني المساعدات الإنسانية. فيما يتعلق بالمسار السياسي هي رفضت كل حتى المبادرات الأوروبية المتعلقة بمؤتمر دولي أو متعلقة مؤتمر للسلام، أيضا مبادرات من فرنسا وغيرها من الدول. وبالتالي هنا المشكلة العقبة الأساسية هي في الجانب الإسرائيلي، هو بيرفض أي أدوار خاصة بالصين بروسيا، أيضا في ظل كمان يعني التوتر العلاقات على هامش الأزمة الروسية الأوكرانية بين إسرائيل وبين روسيا. وبالتالي هنا القضية أن فعالية الأدوار الدولية مرتبطة أيضا بحكومة الحرب الإسرائيلية، هي ترفض أي تقديم أي تنازلات، والجانب الأمريكي لا يريد ممارسة الضغوط عليها، والجانب الأمريكي لا يريد أن يكون هناك يعني هامش بالتحرك بوجود قوة أخرى في هذا المسار، رغم أن منطق الأمور يقول أن من مصلحة أمريكا والدول الكبرى وكل الدول حتى الدول الأوروبية وإقامة السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، لأن القضية الفلسطينية تظل هي لب الصراع، هي لب المشكلات، كل الأمراض وكل المشكلات ما هي إلا عرض لهذا المرض هو استمرار الاحتلال. وبالتالي هنا لكن في المقابل الصين وروسيا يمكن أن تلعب أدوار مهمة فيما يتعلق في دورها في مجلس الأمن الدولي، يعني روسيا قدمت مشروعات قرارات كثيرة أكثر من مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف العدوان، لكن تقابل بالفيتو الأمريكي وسقط بالفيتو الأمريكي، لكن على الأقل وجود موقف من روسيا وموقف من الصين داعم للقضية الفلسطينية مؤيد لحل الدولتين رافض للعدوان هو يمثل عامل ضغط أيضا على الجانب الإسرائيلي وعلى الجانب الأمريكي، ويظهر عزلة إسرائيل في دوليا ومعها أمريكا. يعني على سبيل المثال القرار الأخير في الجمعية العامة بتبني عضوية كاملة لفلسطين وصوت عليه 143 دولة كان يعني انتصارا تاريخيا، ليظهر عزلة إسرائيل ومع أمريكا، وأن المجتمع الدولي الآن في كفة وإسرائيل وأمريكا المنحازة لها في كفة أخرى. وبالتالي كل هذه العوامل خاصة أن حرب غزة أظهرت بوضوح أن ما حدث في 7 أكتوبر وما بعدها وما قبلها ما هو العرض لمرض هو غياب حل شامل للقضية الفلسطينية. وبالتالي مصلحة الدول الكبرى روسيا الصين تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط حتى الاعتبارات استراتيجية الاعتبارات اقتصادية، لأن طالما استمر الصراع واستمر التوتر والحروب وطبعا يعني إشعال توترات إقليمية وكما رأينا على هامش حرب العدوان الإسرائيلي على غزة، هذا يهدد بمناخ الاستثمار أو التنمية في المنطقة. وهذه الدول بدأت الصين على سبيل المثال يعني تتجه وتستثمر بشكل كبير في الشرق الأوسط، وبالتالي لديها مصلحة في تحقيق هذا الاستقرار الذي هو عامل مهم لتحقيق طيب التنمية. على ذكر الاستقرار دكتور أحمد، بيان المنامة أو بيان البحرين دعا إلى شرق أوسط خالي من أسلحة الدمار الشامل، هل بالإمكان إتمام هذا الأمر على أرض الواقع أخذا في الاعتبار أن هناك وزير إسرائيلي في الحكومة الإسرائيلية وهو عميخاي إلياهو وزير التراث الإسرائيلي الذي هدد في السابق بعد 7 أكتوبر بقصف قطاع غزة بالقنابل النووية، لم تحرك وكالة الطاقة الذرية العالمية
ساكنا بخصوص هذا الأمر؟ يعني قول يعني الإجابة بكلمة واحدة فيما يتعلق بإمكانية إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، هو بالطبع صعب على أرض الواقع. لماذا؟ يعني إسرائيل كانت تتبنى في السابق مفهوم الغموض الاستراتيجي، لا تقول أنها تمتلك السلاح النووي، لا تنفي ولا تؤكد وفي إطار هذا الغموض، لكن بعد حرب غزة أظهرت إسرائيل بتصريحات رسمية من وزراء في الحكومة الإسرائيلية بأن إسرائيل تمتلك السلاح النووي، وإسرائيل ليست عضوة في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الـ NPT، وبالتالي هنا إسرائيل أيضا تحارب دول أخرى لمنع امتلاكها من أسلحة الدمار الشامل، وبالتالي هنا المبادرة المصرية والعربية منذ تسعينات القرن الماضي وهو العمل على إخلاء الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل، سواء الأسلحة النووية أو الأسلحة الكيماوية أو الأسلحة البيولوجية، باعتبار أنها تمثل طبعا تهديد للسلم والأمن الدوليين، ايضا يعني تؤجج سباق التسلح النووي وغير التقليدي والاسلحه الاخرى، هذا طبعا يمثل خطوره كبيره، لكن تظل دائما ازدواجيه المعايير الدوليه. يعني عندما امريكا تتعامل مع دول مثل كوريا او غيرها، الكوريا الشماليه او حتى العراق، نتذكر سويا هانس بليكس والدكتور محمد البرادعي عندما قام بزيارات عديده للتفتيش على المنشات النوويه العراقيه في السابق، ورغم ذلك تم ايضا احتلال العراق. كان العراق معروف أن كان تم اختلاق ويعني فرية أن العراق يمتلك أسلحة نووية ودمار شامل لتبرير الغزو الأمريكي للعراق، هذه قصة أخرى. لكن عندما نتكلم أن أمريكا هي تحارب الانتشار النووي في العالم، ومع ذلك هي أيضا لا تستثني إسرائيل من هذا الأمر، ولم يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي، أو لم تفتح إسرائيل حتى أبوابها للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنية بالتفتيش على المواقع النووية. وبالتالي هنا الإزدواجية الأمريكية بمعنى آخر، يعني دائما نقول هل إسرائيل هي قوية في ذاتها؟ هل إسرائيل هي قادرة أن تتحدى المجتمع الدولي؟ هي إسرائيل، قوة إسرائيل هو من انحياز أمريكا لها وحماية أمريكا لها على كل المستويات، يعني في مجلس الأمن الدولي بالطبع، يعني الجهة المنظمة حفظ السلم والأمن الدوليين، وأن يعني أمريكا تمنع صدور أي قرار تحت الفصل السابع، سواء فيما يتعلق بوقف العدوان أو فيما يتعلق به إجبار إسرائيل على فتح الملف النووي وغيرها من الملفات المهمة، أيضا تقدم لها الدعم العسكري، بل نقول أكثر من ذلك أن أمريكا تقدم التكنولوجيا المتطورة للبرنامج النووي الإسرائيلي، وهذا البرنامج أيضا تطور به أيضا بدعم الدول الكبرى خاصة الجانب الأمريكي وأطراف أخرى مثل دول فرنسا وأوروبية. صحيح، هو من فرنسا في البداية، وكل هذا تم تحت سمع ومرأى المجتمع الدولي الذي هو المفترض أنه يحارب ويمنع الانتشار النووي وفقا لمعاهدة الـ NPT. وبالتالي هنا الازدواجية الغربية واضحة، تريد إسرائيل تمتلك سلاح نووي لكن لا تريد غيرها أن تمتلك هذا السلاح، وهذا بالطبع ما يمثل هذه المشكلة والعقدة الحقيقية. وهذا الملف متعلق بالملف النووي أيضا متعلق بالملف السياسي والمسار المتعلق بإقامة حل الدولتين، يعني على مدار عقود وخاصة من الجانب الأمريكي يتكلم عن ضرورة حل الدولتين. الرئيس بايدن أول تصريح له، أول يعني خطاب له في بعد تسلمه في الرئاسة في البيت الأبيض، قال أنه مع حل الدولتين، وكان واستبشر الجميع خيرا بأن أمريكا وإدارة بايدن إدارة ديمقراطية، التي دائما ما نعرف أن الديمقراطيون يرفعون شعارات ربما حقوق الإنسان أو وتكلم عن الكرامة الإنسانية والكرامة الفلسطينية والمساواة بالإسرائيليين، واستبشر الجميع. لكن عندما يعني مرت أكثر من 3 سنوات لم يتحرك قيد أمولة، بل أنه في أحد المؤتمرات الانتخابية قال أن حل الدولتين حل صعب تحقيق المنال، وبالتالي وهذا الأسبوع أيضا الحكومة الإسرائيلية يعني رفضت حل الدولتين من الأساس، رفضت إقامة دولة فلسطينية من الأساس. نتنياهو يفتخر ويقول أن أهم إنجاز له في الحكومة على مدار السنوات التي قضاها في السلطة وحتى الآن هو أنها أجهض الدولة الفلسطينية، بل أكثر من ذلك هناك اتفاق إسرائيل بين كل الأطراف الإسرائيلية حتى المعارضة على رفض الدولة الفلسطينية. عندما طرحت أمريكا وهددت بعض الدول الأوروبية، فرنسا، بريطانيا وحتى أمريكا، وقالت أنها بصدد التوجه للاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد، صدر يعني تصويت في الكنيسة الإسرائيلي وافق عليه إير لبيد والمعارضة بمنع دولة فلسطينية أو منع فرض وجود دولة فلسطينية. وبالتالي هناك يعني عقبات حقيقية المتعلقة بالجانب الأمريكي، هو من ناحية يحتكر عملية السلام ورعايتها، ومن ناحية أخرى لا يقوم بدور الوسيط المحايد والنزيه. نتذكر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما عندما جاء جون كيري في 2014 جولة مكوكية أكثر من 14 زيارة للشرق الأوسط تحت فكرة تحريك عملية السلام،
والتي يعني طبعا دخلت غرفة العاش يعني كما يقول حالة المواد السريري، بعدها كله تحطم على صخرة رفض إسرائيل. يعني هنا بالتالي أمريكا تريد سلام، ولكنه سلام كما ترغب إسرائيل، السلام على الطريقة الإسرائيلية، وبالتالي هي ترفض تقديم أي أو يعني القيام بأي ضغوط حقيقية على الجانب الإسرائيلي. بمعنى آخر يعني بلغة العلوم السياسية دائما نقول بلغة لو كان هناك رغبة أمريكية حقيقية أو رغبة دولية حقيقية، أو ترجمت ما حدث في مؤتمر مدريد في 91 وما بعدها من اتفاقات أوسلو وثم في 2003 وغيرها من الأمور، لو كان تم إقامة الدولة الفلسطينية وهذا السلام لما وصلنا لهذا الحال، لكان الشرق الأوسط تفادى الكثير من الصراعات والحروب والأزمات التي كلها في نهاية المطاف. هذه الرغبة الدولية الحقيقية، هل من الممكن أن يكون بادئ بذي بدء لها ما دعت إليه أو دعا إليه إعلان البحرين اليوم من تواجد قوات حفظ السلام الدولية في الأراضي الفلسطينية؟ هل من الممكن أن يكون هذا الأمر هو مجرد الأساس لإقامة دولة فلسطينية فيما بعد؟ أنا في اعتقادي أن الدعوة لإقامة قوات أممية لحفظ السلام في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية هو أولا يأتي لأسباب مهمة، أولها حماية الشعب الفلسطيني بالطبع، حماية الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي. والرئيس أبو مازن طلب أكثر من مرة بإرسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين في ظل هجمة غير مسبوقة، ليست فقط من جانب قوات الاحتلال والجيش الرسمي، وليست هجمة من الوزراء المتطرفين، ولكنها أيضا هجمة من المستوطنين المتطرفين برعاية وحماية حكومية إسرائيلية. صحيح. يعني رأينا عندما حدث في حوارة وحرق المستوطنين لممتلكات الفلسطينيين ويعني ومصادرة أملاكهم ويعني واعتداء عليهم، لم يتم محاسبة أي منهم، بل تم بتشجيع من بن غفير وسموتريتش وغيرهم، وبالتالي هناك هجمة شرسة ليست فقط في قطاع غزة في خلال هذه الحرب المدمرة والحرب وجرائم الإبادة الجماعية، ولكن أيضا في الضفة الغربية في القدس، حتى وصل الأمر للاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى. ومنذ وصول هذه الحكومة نتنياهو ومجموعة المتطرفين بن غفير في العام الماضي في وهم هناك يعني سياسة تصعيدية واضحة، هناك اعتداء شامل على الجانب الفلسطيني، هناك مخططات قديمة خبيثة يتم إحيائها الآن، وتم استغلال 7 من أكتوبر كزريعة، وهو القضاء على ما تبقى من القضية الفلسطينية وتقطيع أوصالها وإجهاض أي فرص في إقامة الدولة الفلسطينية. ولذلك دعوة مؤتمر البحرين سواء لأقمة البحرين سواء لمؤتمر دولي للسلام هو بيعني وجود أكثر من دولة، المجتمع الدولي بكل قوات بكل مكوناته، القوى الكبرى فيه لرعاية هذا الأمر، وخاصة أن هناك الآن قناعة دولية وحالة زخم دولي بأن الفلسطينيين من حقهم تقرير مصيرهم كبقية شعوب الأرض. صحيح. وأن استمرار العدوان وسياسة القمع الإسرائيلية وانكشفت الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي بأنه يقتل الأطفال والنساء بلغة الأرقام، يعني آلاف الشهداء وتدمير كامل، كل هذا أوجد حالة نوع من الحراك، وعاد القضية الفلسطينية مرة أخرى بعد أن طوارت العقود أو الفترات بسبب أزمات عديدة إلى قلب واجهة المجتمع الدولي والأجندة الدولية. وهناك الآن تصويت الجمعية العامة والخطابات حتى من الدول الأوروبية والحديث عن دولة فلسطينية. هنا قمة البحرين حقيقة يعني أدركت ويعني استفادت أو تحاول توظيف هذا الزخم الدولي وهذه الرغبة الدولية والقناعة الدولية والتحركات الدولية على المستوى الرسمي، على مستوى الخطاب السياسي، على المستوى الشعبي، خروج المظاهرات المليونية حتى في الدول الغربية، والرفض الكبير الواسع العالمي والرأي العام للاحتلال الإسرائيلي ولجرائمه وتضامنه في المقابل مع الجانب الفلسطيني. يتم توظيف هذه الحالة في أن يكون هناك حل شامل وجذري من خلال مؤتمر دولي يكون فيه إقرار للدولة الفلسطينية بالتوازي مع مساعي حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بالتوازي مع مسار حماية الشعب الفلسطيني. نتمنى بالطبع هذا المؤتمر الدولي في حين انعقاد أن يكون له آليات فعلية على أرض الواقع للتنفيذ بإذن المولى.